أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بدعوى طعنه شرطيا إسرائيليا في مدينة القدس في ثاني حادثة خلال هذا اليوم. مراسلنا أفاد في وقت سابق أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين اثنين بزعم محاولتهما طعن أحد الجنود شمال رام الله. وقال أهالي القرية إن عددا من المستوطنين الإسرائيليين هجموا رعاة الأغنام في سهل القرية، ما أسفر عن إصابة أحدهم برصاصة في البطن والآخر في القدم. من جهته قال جيش الاحتلال في بيان إنه لم تقع أي إصابات في صفوف الجنود خلال محاولة تنفيذ العملية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تفوت ما وصفها بالفرصة التاريخية لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسة لحكومته الجديدة. وأوضح نتنياهو أن موعد فرض السيادة على المستوطنات سيكون في يوليو ولن يتم تغيير الموعد. وكان نتنياهو توعد خلال حملاته الانتخابية في سبتمبر من العام الماضي بضم مناطق من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن ومستوطنات في الضفة إلى سلطة الاحتلال نهاية يوليو المقبل. شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية على مطالب القيادة الفلسطينية بتراجع إسرائيل عن مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية ستنهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتشكل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي وأمن المنطقة. إحنا إذا أردنا أن نكون في حل من الاتفاقيات، أول شيء بدنا نكون في أنه إحنا في حل من ما يسمى مناطق ألف باء وجيم وإلى آخره. فيما يتعلق بجوازات السفر أيضا، إحنا عندنا زي ما ذكرت لك نرسلها مع منظمات دولية ونرسلها، ولن يكون هناك أي تعطيل لحياة الناس. من رام الله ينضم إلي مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، يعني حوادث متتالية لجنود الاحتلال يستهدمون فلسطينيين بدعوى تنفيذهم لعمليات طعن في القدس، ما التفاصيل لديك؟ نعم زاهر، يعني ثلاث إصابات لهذا اليوم لفلسطينيين بعد قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم. آخر هذه الإصابات كانت في مدينة القدس، حيث أصيب فلسطيني بجراح وصفت بالخطرة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة. والحادثة الأولى التي جرت صباح اليوم بعد قيام المستوطنين الإسرائيليين باقتحام سهل قرية المغير شمال رام الله وقيامهم بالاعتداء على المرعاة الأغنام والمزارعين الفلسطينيين في تلك المنطقة. قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار على فلسطينيين اثنين وأدت إلى إصابتهما برصاص الاحتلال. والجيش الإسرائيلي ادعى في بيان له بأنهم قاموا بتنفيذ أو حاولوا تنفيذ عملية طعن لكن دون وقوع أي إصابات. هذه الرواية نفاها الأهالي في تلك المنطقة وأكدوا أنه لم تجري أي محاولة لعملية طعن، بل كانت هناك محاولة من المواطنين الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم بعد قيام المستوطنين باقتحام تلك المنطقة التي تشهد بين الحين والآخر اعتداءات متواصلة إن كانت من الاحتلال الإسرائيلي وجنوده أو حتى من المستوطنين الإسرائيليين. زاهر، شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسلنا من رام الله.